تعالوا نشوف سبحان الله. يقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إزاي إعجاز تلقت قدرة الله سبحانه وتعالى إن الإنسان أثناء النوم مازال مخه بيعمل. حقيقة أنت مرتاح وكل شيء، لكن للأسف المخ، مش هنقول للأسف، دي هكذا الله سبحانه وتعالى خلقك، المخ مازال بيعمل ومازال وراه وظائف أثناء النوم. إيه بقى وظيفة المخ أثناء النوم؟ تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة بيرتب المعلومات، في معلومات أثناء اليوم هي بتجي عملية organization، يرتبها الأهم فالمهم، يتحطها في فايل تدخل زي ما ذكرنا من الذاكرة القصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى. كل ده أثناء النوم. يبتدي يعمل عملية شرينك، يعني معناها ينكمش ويطرد كل السموم اللي ممكن تصل إلى المخ. طبعا أي سموم بتصل إلى المخ بتؤثر على الذاكرة. ده شغله إن هو ينكمش ويطرد كل الويست أو كل السموم اللي ممكن تؤثر على وظائف المخ. يبتدي يعمل عملية ابتكار. لاحظوا إن الناس اللي يكون نايمين مثلا في عز النوم يصحى من النوم، هو بيكون شاعر مثلا أو عنده فكرة معينة بيفكر فيها قبل النوم، تلاقي يصحى يكتبها. من أين له هذا؟ مخه كان بيشتغل أثناء النوم، ويكتب يعني بيت شعر رائع جدا أو يحل مشكلة. سبحان الله، مخك أثناء النوم على مستوى العقل اللاواعي بيحل لك جميع مشاكلك، لأنك أنت في البداية عندك المشكلة بالعقل الواعي، يعني مش شايف كل أبعاد هذه المشكلة. يبتدي تتخزن من الواعي إلى اللاواعي، العقل الباطن يبتدي يحلها، يقول له لأ ده في هنا مشكلة. دايما بيقولوا في الغرب بيقولوا I sleep on it. يعني ايه I sleep on it؟ يعني انا مش هاخد قرار الا بعد ما انام. ده طبعا بالنسبة للغرب. بالنسبة لنا احنا بنستشير شخص او خبر نستشار ومند من استخار او بنعمل استخارة. استخارة بنصلي ركعتين ويبقى عندنا الحل فيما بعد، اما برؤية او بمشاعر معينة وغيره. هنا العقل اللاواعي سبحان الله ليه دور مهم جدا، ان هو يحل لك المشكله ويديك القرار السليم، لانه شايف ابعاد مش شايفها العقل الواعي. فبالتالي الشخص اللي ياخد قرار سريع بالعقل الواعي اخطا، اتسرع، المفروض ان هو يهضم المعلومه، ينام عليها، يبتدي يفهم المعلومه ككل، يعني ابعادها كلها، يتجه القرار يبقى سليم او الفكره المعينه اللي هو عايز ينفذها تكون سليمه. يبقى اخذ القرارات، الابتكار، ابتكار رائع قوي. الشخص اللي هو مثلا عايز يخترع حاجه معينه، عايز يعمل مشروع معين، مش عارف ابعاده، صعب القرار فيه، ما شاء الله يتجه بعد النوم العقل الواعي كانه صديقه يساعده على اخذ القرار السليم، ويكون شايف ابعاد المشروع الجديد ده. زي ما ذكرنا بيحول لك المعلومة اللي هي بتكون فيها تركيز عالي قوي، زي واحد بيتعلم مثلا بيانو في البداية، مع الوقت عايز بتلاقيه بيلعب ما شاء الله من غير ما يفكر حتى. طب من أين له هذا؟ أثناء النوم العقل اللاواعي سبحان الله هو اللي خزن هذه المعلومة، ومع تكرارها تبتدي تبقى تلقائية. كذلك سلوكيات الإنسان، أي سلوك تعمله مرة وتكرره يصبح جزء منك، يبقى تلقائي. شخص بيحب العصبية، بيحب يتلفظ بألفاظ معينة، سبحان الله هو بيعاقب من جنس عملي، يعني معناها ان هو بيكرر الموضوع ده اكثر من مرة، للأسف هيبقى شخص غضوب، هيبقى سريع الغضب، هتبقى جزء منه، هتبقى تلقائية فيه بسبب تكراره. ده شرحناه بالتفصيل في عملية ازاي قزم الغيظ واهمية قزم الغيظ. نعود إلى إن أهمية العقل اللاواعي ودوره في تلقي العلم. أنت بيكون حتى بيقولوا الطفل أو الشخص اللي بيكون بيتلقى العلم ونام له شوية، يعني المدرس مازال بيتكلم هو نايم شوية كده غفلة، مازال سبحان الله عقل اللاواعي بيلقط المعلومة. وهنا بدأوا يقولوا طب إزاي بقى الطفل، غاروا من الطفل بينام عدد ساعات طويلة جدا، أكثر عمره نائم، ومع ذلك بتلاقيه اتعلم اشياء كثيره ولا نعلم من الذي علمه. بعد سنه بيتكلم ويقول الفاظ معينه
وبيقول وهكذا. من الذي علمه كل هذه الفاولز او الكلمات او الحروف المعينه دي؟ سبحان الله، هو تلقى كل هذه العلوم اثناء نومه. عندنا هنا صوره بتورينا ازاي ان الطفل حتى اثناء نومه في الفايبريشنز او الكهرباء اللي بتوصل للمخ، ذبذباتها الذبذبات الكهربائيه اللي تصل للمخ بتبقى نشيطه. طب ازاي وهو نائم ما زال في نشاط على مستوى المخ وبيسمع؟ فكل ما الام بتكلمه او شخص بيعلمه اي شيء، ما شاء الله، مثلا بنعلم الطفل انه يسمع القران، بيحب القران، يبقى سهل عليه حفظ القران، وهكذا. هنشوف هنعلمه اشياء سلبيه، هيصبح للاسف الشديد سلوكياته تبقى سلبيه. هنعلمه اشياء ايجابيه، وده دور الام والاب حتى اثناء الحمل. شرحنا الكلام ده، ان وهو في جنين في بطن امه هو بيسمع امه، يا ترى هي بتحب ايه؟ بتحب المزيكا، هيطلع بيحب المزيكا، وهكذا. الشيء اللي هي بتحبه هو بيتلقاه وهو حتى في مستوى مرحله جنين في بطن امه. ما زال بقى الطفل بعد ميلاده يتلقى العلم، يتلقى المعلومه، سبحان الله، وهو نائم. اعجاز من عند الله سبحانه وتعالى. من الذي علمه؟ هو الله سبحانه وتعالى، وجعله ينام فتره طويله جدا جدا. هو بيكبر اثناء طبعا النمو كله، بيبقى فتره النوم الجراس هرمون او هرمون النمو بيزداد اثناء النوم، وبالتالي كان كبير السن بقى الشخص البالغ غاروا من الطفل وقالوا لا، استحاله الطفل ده، من الذي علمه؟ تعالوا ايه نطبقها على الشخص الكبير يعني البالغ. وبداوا فعلا اثناء النوم يحطوا سجهات، يحطوا الشيء اللي هو عايز يتعلمه اثناء النوم، ويكرروا اكثر من مره. عمليه التكرار، بيكرر نفس المعلومه نفس المعلومه اثناء النوم، بيصحى من النوم سبحان الله مجرد ما بيسمعها بيتلقاها بسهوله جدا جدا، ولو ان استيعابه عالي جدا في الوقت ضايع من عمري سبحان اثناء نومي، وبيسهل في نفس الوقت عمليه الحفظ.